دعا إمام وخطيب مسجد الجريف غرب الشيخ محمد عبد الكريم الحكومة الانتقالية لتقديم استقالتها قبل أن تقال، ووجه انتقادات عنيفة لوزراء الحكومة بسبب تصريحاتهم التي تفتقد للكياسة والحكمة والتي بسببها تضرر السودان كثيرا، كما وجه انتقادات لمدير المناهج عمر الجراي مشيدا بتصدي القائمين على معهد بخت الرضا لمدير المناهج، كما أثنى على المعلمين والمعلمات الذين خرجوا ضد وزير التربية والتعليم. طيبة لحياة طيبة.